هذه المباراة. بجد التحية ليك يا كابتن اسلام ولكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي. كابتننا الكابتن محمد يوسف المدرب العام، الف مبروك يا كابتن يوسف. شخصية النادي الاهلي بتحسم المباريات، الدقيقة 90 الدقيقة 93، هو ده النادي الاهلي. الحمد لله على الفوز، فوز مهم جدا في مباراة صعبة جدا. حابب تقول يا كابتن؟ بص الحمد لله، يعني أول حاجة طبعا بحمد ربنا، دي حاجة. تاني حاجة زي ما أنت قلت احنا شخصيتنا بتبان، يمكن لغاية أول ما كابتن أمين عمر رفع 7 دقايق احنا عمالين نكلم اللعيبة في الملعب ونقول لهم إن شاء الله هنجيب جون، إن شاء الله هنجيب جون، والكرة كانت يعني على وشك. اللي أنا عايز أقوله إن احنا من بداية المباراة بنبحث عن الهدف بتاعنا اللي هو تسجيل هدف. يمكن سموحة جاية لعبة بتشكيل دفاعي، جاية بتبحث عن نقطة، واللي بيلعب على النقطة غالبا بيخسر. وبالتالي الحمد لله إن احنا قدرنا من خلال المباراة على مدار ال 90 دقيقة بنحاول، يمكن سموحة ما افتكرش جات لها أي فرصة، كل الفرص بالنسبة لنا. فبقول حلاوة اللقاء الفوز النهاردة إنه جاي في وقت كان خلاص بيقوي المعنويات، بيرفع الروح المعنوية بتاعت الجمهور، بيرفع الروح المعنوية بتاعت اللعيبة، بيزيدنا تركيز إن احنا المفروض نخلص من قبل كده ونبقى عايز أقول شرسين على 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 المنافس بتاعنا من الأول. مش شرسين بمعنى إن احنا نبقى مؤذيين، لا، شرسين عشان ما حدش يفسرة، شرس يعني تبقى قوي في الملعب، في الريتم بتاعك، في ريتم النقل بتاع الكورة، عشان نقدر نوصل للهدف بتاعنا بسرعة ونقدر إن احنا نبدأ نشتغل بشكل فيه هدوء أعصاب أكتر. بس في النهاية أنا بقول مبروك، لاعبتنا كانوا رجالة ولسه ماشيين في مشوارنا الحمد لله، والنادي الأهلي قوي. يمكن الأحداث اللي حصلت أنا مش عايز أتطرق إليها، لكن أحداث صعبة جدا، ويعني ما أعرفش يعني الواحد بيستغرب، في ناس عاشت في النادي الأهلي ولعبت في النادي الأهلي ولحم كتافها من خير النادي الأهلي، وبفاجأ بحاجات، لكن هي دي كرة القدم. خلينا مركزين في مشوارنا، لسه المشوار لسه 4 مباريات مهمين جدا، نحط المباراة دي ورا ظهرينا خلاص ونبدأ نركز في اللي جاي إن شاء الله. شكرا حبيبي، شكرا. مستمرين معاك يا كابتن اسلام.